التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذه دعاء الحمادي ترحب بكم وتلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. محمد بن راشد يستقبل سعود المعلى ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. وحمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل أخاه صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. وتبادل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى التهاني بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها الكريم، ويديم على دولتنا أسباب الرفعة والازدهار والأمن والرخاء. وناقش سموهما عددا من الموضوعات المعنية بشؤون الوطني والمواطن، وفي مقدمتها الجهود التنموية التي تشهدها الدولة وأهدافها الطموحة للمرحلة المقبلة. يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم الاثنين الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 والجهات الحكومية المتميزة، وذلك خلال فعالية تقام في مركز دبي التجاري العالمية. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد في منزله بمدينة أبوظبي. وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بحضور سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان التهاني وأطيب الأمنيات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. استقبل صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المهنئين بشهر رمضان المبارك، وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. استقبل صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المؤسسات والشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. واصل صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل، وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة
بمناسبة المباركة على سموه بوفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر مزيرة في مدينة ليوة بمنطقة الظفرة عددا من منتسبي مديرية شرطة منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومسؤولي وموظفي بلدية الظفرة ومستشفيات الظفرة الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه تهاني وتبريكات الحضور متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار، وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الحضور بحلول الشهر الفضيل داعين جميعا الله العلي القدير أن يديم على الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار بقيادة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حضر لقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين. قدم سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد أحمد مانع المهيري، وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي عن مواساته وصادق تعازيه الأهل وذوي الفقيدة داعيا الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء واجب العزاء في وفاة المغفور لها زينب شامبيه جميل والدة الشهيد خالد علي غريب البلوشي التي وافتها المنية أمس الأول السبت. وعرب سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة قام بها لمجلس العزاء في منطقة الورقة في إمارة دبي عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مؤتمر القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته، والذي يعقد في أبوظبي بتنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويشارك في جلسة المؤتمر على مدى يومين أكثر من 30 شخصية علمية ودينية ووطنية وعالمية متخصصة في مجال خدمة القرآن الكريم وتفسيره والخطاب الديني الحضاري. ويهدف المؤتمر إلى إبراز أثر القرآن الكريم في القيم الإنسانية والتوجه الحضاري والدور الإماراتي الريادي في هذا المجال وترسيخ مناهج التفكر في آيات الله الكونية وفق مقاربات علمية وحضارية واستعراض جهود دولة الإمارات في خدمة علوم القرآن وتعليمه. هذا المؤتمر يبين هذا الجهد الإماراتي الفذ والدور الإماراتي الكريم في خدمة القرآن الكريم، كما أنه يعطي إشارات مهمة جدا من خلال المتحدثين في دعم مسيرة المعرفة القرآنية وصولا بإذن الله إلى مخرجات ملموسة ونتائج مشاهدة لهذا المؤتمر، وهو الأول تفاؤلا بأن يكون هنالك بإذن الله ثاني وثالث ورابع بإذن الله. مشاهدين للأخبار بقية وتتابعونا بعد الفاصل. مزاد أنبل رقم يخصص ريع 31 رقما مميزا لدعم وقف الأمة.
أهلا بكم من جديد في نشرتكم علوم الدار. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوية 13 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات ولجمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتها 24 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 510 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. إلى ذلك، نظم مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية أمسية رمضانية خاصة في قاعة الشيخ مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي لجمع التبرعات لحملة غزة في القلب. حملة دبي العطاء الرمضانية تهدف لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان غزة، وفي أمسية رمضانية وكجزء من حملة غزة في القلب الرمضانية، أطلقت دبي العطاء دعوة للمجتمع الإماراتي لجمع التبرعات الضرورية من أجل توفير الإغاثة الطارئة لسكان غزة. آخر إحصائية أنا سمعتها أن أكثر من 25 طفل توفوا من المجاعة، يعني ما كانوا يقدرون يأكلون شيء. رمضان موجود، إذا ما قدروا يأكلون اليوم اللي قبل كيف يصومون اليوم اللي عقب؟ ومن الفيديوهات اللي شفناها الوضع سيء جدا، يعني حتى الناس اللي يزرعون خضروات اللي يبيعونها في الأسواق الناس ما عندهم حتى فلوس يشترون الخضروات هاي. السلة الغذائية اللي ستوفرها الأنرة رخيصة جدا، وبعدين توفرها ببلاش، يعني ما في أي استثمار من أي أحد في الوجبات الغذائية. الحملة ستتضمن أن تذهب كل التبرعات إلى حيث تشتد الحاجة إليها من خلال الشراكة مع مؤسسة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى أنيرا باعتبارها الشريك المنفذ، والتي قدمت منذ 7 أكتوبر من العام الماضي ما يقرب من 20 مليون وجبة في غزة. دائما دولة الإمارات في قلب فلسطين، ولا ننسى مقولة الشيخ زايد رحمه الله عندما قال إن فلسطين سويداء قلبي، فهذا إن دل على شيء دل على محبة وتسامح ووفاء لعروبته ولأقصاه. ويمكن لأفراد المجتمع المساهمة بشكل مباشر في هذه الحملة من خلال التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة والموقع الإلكتروني. واستمرارا للبرنامج الرمضاني والذي يشرف على تنفيذه مؤسسة خليفة بن زايد للهيئة للأعمال الإنسانية، أرسلت دولة الإمارات الطائرة الخامسة التي حملت على متنها أكثر من 36 طنا من المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى جمهورية تشاد، ليصل بذلك إجمالي المساعدات خلال شهر رمضان المبارك ما يقرب من 172 طنا تحوي أكثر من 6000 من السلال الرمضانية، ويستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة من اللاجئين السودانيين في تشاد بالإضافة إلى أهالي أم جرس والبلدات المحيطة بها. وتضمنت السلال الرمضانية عددا من المواد الغذائية الرئيسية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وفي نفس السياق، استقبل مطار أم جرس طائرة إماراتية حملت على متنها ما يقرب من 20 طنا حقيبة إغاثية تتضمن مواد معيشية وإمدادات إنسانية مقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي بالتعاون مع السلطة المحلية في المدينة بتوزيع السلال الرمضانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة والأشد فقرا، ليصبح عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يزيد على 6000 أسرة فقيرة في جميع أحياء مدينة أم جرس والبلدات المحيطة بها.
إلى ذلك واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في باكستان وتقديم الدعم الإنساني المستمر للمعوزين والمحتاجين في العديد من المناطق، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل. ونفذ مكتب الهيئة في باكستان مشروع توزيع 800 سلة غذائية في إقليم بلوشستان، وذلك بغرض التخفيف عن الأسر غير القادرة في هذه المناطق، وفي إطار مسيرة الخير والعطاء التي تنتهج دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة ومساعي الهيئة للتوسع في تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلقت قبل بداية شهر رمضان المبارك حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار رمضان عطاء مستمر، التي يستفيد منها نحو 1,800,000 شخص في دولة الإمارات وفي 44 دولة حول العالم. حقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة 38,095,000 درهم ستذهب كاملة لدعم جهود حملة وقف الأم. وتضمن المزاد الذي نظمته مؤسسات مبادرات محمد راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع الإمارات للمزادات وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من إي أند وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 31 رقما مميزا، منها 10 أرقام مميزة للوحات مركبات تابعة لطرق دبي، و10 أرقام هاتفية لدو، و11 رقما هاتفيا للاتصالات من إي أند من فئة ماسي وماسي بلس. مزاد أنبل رقم يعتبر سلسلة من النجاحات المتواصلة في حملاتنا الرمضانية، وسيذهب إن شاء الله ريع المزاد هذا للتعليم وتمكين المجتمعات. أثرى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب اسمو رئيس الدولة البرنامج الرمضاني الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعديد من الفعاليات المتنوعة، متحدثين عن عدد من الفضائل في شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، قل لي شيئا أتثبت به فأذكر عليه فأنسى. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في شهر رمضان الدعم من دعائم الإسلام يكفي فيها الصوم، ولكن عمروها بذكر الله، ذكر الله عز وجل في تطمئن القلوب. الله عز وجل: بادروا فاستبقوا الخيرات، سائل مغفرة من ربكم، فرصة نسأل الله عز وجل أن يعيدها عليكم وأن تكونوا فيها مطمئنين مزدهرين. مشاهدينا الكرام، وفي نشرة الرياضة بعد الفاصل تتابعونا. منتخبنا يغادر إلى السعودية لمواجهة اليمن في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدين على حسن وكرم المتابعة، نلقاكم غدا في نشرة جديدة من علوم الدار في أمان الله.